ايه سامي؟ ده عايز ايه ده؟ طيب هعدي عليك بالليل. كان عايزك في ايه بقى سنيله ده؟ بيقول لي جمال اخو امينه كان عايز يقابلني مش عارف ليه. امينه تاني يا رحيم؟ هو احنا مش كنا خلصنا خلاص من سيره الزفته دي؟ يا سيدي خلينا نشوف. بالليل انا بفهم كل حاجه. اتفضل. خير يا ريس؟ كنت عاوزني. بص يا خالد، عندي فكره كده عايزك تمشي وراها. اوامر ما عليك. عايزك تجمع لي كل مديرين وموظفين البنوك اللي اتحقق معاهم بعد 25 يناير في قضيه تهريب او غسيل اموال. اتحبسوا، خدوا براءه، اترفدوا. اعمل لي حصر كل اساميهم. طيب دي سهله جدا يا فندم، يعني تقريبا كل الملفات دي جاهزه. حلو. تجيب لي كل واحد بقى اسمه او اسم ابوه او حتى لو كان اسمه جده عزت تجيبه عندي. اه طازه سيادتك حد منهم يعني يكون كلم امينه مش كده؟ بس برضه اللي انا عارفه من سيادتك يعني ان رحيم عمره في حياته ما شغل حد من رجالته في موضوع غسيل الاموال ده. حتى حلمي العجاتي اللي هو صاحب عمره ما يعرفش اي حاجه عن الشغلانه دي. هدينا من ضبش يا خالد، يمكن تفتح معانا سكه جديده، تحلل لنا قتل امينه، او تساعدنا في قضيه تهريب الاموال اللي احنا شغالين فيها. والله يا فندم عندك حق برضه، هو هيبقى خيط يعني نمشي وراه. حاجه تانية يا ريس؟ عايزك تجمع لي المعلومات دي باقصى سرعه وتكون عندي بكره بالكتير. تمام يا فندم، بعد اذن حضرتك. اتفضل يا باشا. رحيم بيه، في واحد بيسأل على سعادتك بره اسمه كمال الدباغ. خليه يدخل. تمام يا ريس. ألف مليون حمد لله على سلامتك يا رحيم بيه. يا أهلا يا كمال، أخبارك إيه وأخبار ضاحي إيه؟ كلنا في نعمة يا باشا، بس زعلانين شوية. خير؟ خير. هحكي لك وانا عارف ان انت مش هيخلصك الكلام ده. احكي. ولا بعد الايام يا اتش؟ لسه الاوضه الحقيقيه ايه؟ ايه هو ده الكلام يا ابن اللعيبه؟ حته ضربايه من المبطه بس. ايه ايه بقول لك ايه، ما نيجي نخطها في الحمام. تعبيط ياض، هنقعد في أي حتة وأضرب هنا. هشام بقول لك إيه، تعالى نخش كده مش عايزين نعمل مشاكل. يا كوكو يلا يا أخويا. إيه اللي جابك هنا يا بت؟ جاي أشوف البيه المحترم بيعمل إيه. مين ده اتش؟ ولا أوتو عايزة إيه؟ إيه اللي جابك هنا يا هشام؟ ولا اللي فيه ده أوسخ عمره ما هيبطله. تعالي معايا. أوعى تعالي. ما دفعت لها الفلوس؟ كلها. ما انت عارف امينه ما تشتغلش لما تاخد حقها كامل. والبضاعه فين دلوقتي؟ داخله في شهر في المينا، وقعدتها في المينا دي جابتني عشان ترحم بيه. تمام، انا هخلصها لك بجد والله. رحيم بيه هو ده عشمي وحياه ولادي، اول ما صرفها في السوق هجيب لك فلوسك لحد هنا. انا هخلصها لك من غير ما اخد منك ولا مليم. ولا مليم بجد والله؟ بس يعني ده كتير عليا يا رحيم بيه، وكمان ده يعني ده حقك. حقي اخده منك نسبة. نسبة؟ يعني ايه نسبة؟ هدخل معاك شريك في شركتك ب 20%، واي شحنة هتجيبها هتخلص على ايدي. 20%؟ كتير قوي يا رحيم بيه. احسب خسارتك دلوقتي، هتلاقي نفسك كسبان معايا. بضاعتك وهتترمي في البحر، ومحدش هيرضى يدخلك بضاعة تاني بعد كده. انت مطلوب بقى. اللي تشوفه رحيم بيه. محتاج نمضي عقود عشان نخرج الشحنة ولا؟ أنا كلمتي عدت. المحاسب بتاعي هيجي لك آخر كل سنة يبص في الحسابات عندك ويقول لك محتاجين منك قد كده. شفت الموضوع بسيط إزاي؟ كده بقى إحنا بقينا شركاء رسمي، وطول ما إحنا شركاء هنفضل حبايب.
قريني كده بقى. مش فاضل غير انك تجيب لي علبه زي العلب اللي محجوزه في المينا. بكره الصبح تبقى عندك رحيم بيه. حلو، اول ما تسلمني العلبه عد 48 ساعه وبضاعتك تبقى عندك. 48 ساعه؟ ده امينه قالت لي شهر، وسيد قال لي أنا... امين الله يرحمها، وسيد ملوش في البطيخ اصلا. هو انت عايز بضاعتك توصل لك ولا ايه؟ امينه رحيم بيه. طب نقرا الفاتحه بقى و... ونلبس دبل. لا 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 بلاش حكاية الدبل دي، نقرا الفاتحة بس. نفسك او تفتكري مثلا ان انت مرات الجد، او قعدتك في القصر تخليكي تفتكري انك حاجه. لا يا ماما فوقي، ده انا جايبك من الشارع. لا يا حبيبي، انا مراتك غصب عنك، وانت لو شايطت من الشارع فانا لما عرفتك كنت صايع وضايع وشمام وموراكش غير الشم. ولا نسيت؟ لا نسيت ايه، ده انت لسه على وضعك شمام. طب جوري يا بنت. ايه جوري؟ بدل ورحمه امي ده اكون جايبك هنا نصين. لا خفت خوفتني. لا يا حبيبي ما تقدرش تعمل لي حاجه، وانت عارف كويس انا اقدر اعمل ايه. اثر بدل ما تتحصر. انت بتضربني؟ طب انا يا هشام اوريك هعمل فيك ايه، وحياه ابنك وانت شايفني تاني. الله 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 الله، قوم كده عم هشام وروق. في ايه؟ ما تخلاش ترسك الاصطفى. اهلا اهلا رحيم بيه. الاستاذ عارفه، خليك اهل. الاستاذ جمال اخو المرحومه. البقاء لله، الله يرحمها، كانت عزيزه علينا كلنا. كانت ست طيبه قوي، الله يرحمها ويغفر لها. أنا طلبت من الأستاذ جمال إننا نعمل إجراءات إعلام الوراثة لأمينة الله يرحمها، وبعد ما عملنا كل الإجراءات وبصفته هو وإخواته الورثة الشرعيين قرر إنه يشوفك عشان عاوز يقول لك حاجة مهمة. شوف يا رحيم بيه، أنا عارف علاقتك بأمينة كان شكلها إيه قبل السجن وحتى بعد السجن. مخلص يا حبيبي، أنا كان نفسي أقول لك حلال عليك بس ما ينفعش أقولها ليها حلال. زي الجتة اللي ما يوسع عليها الرحمة كده. أنا مش هاخد من الفلوس دي غير نصيبي وبس. الفلوس اللي خدتها مني المرحومة، الباقي ليكم. ما ينفعش يا رحيم بيه، الفلوس دي جدورها منتنة. السوس واكلها، احنا مش هنعرف نزرعها ولا نرويها ولا نخليها تطرح حاجة. الفلوس دي مش هتطرح فلوس إلا معاك أنت رحيم بيه. طيب أي خدمة تاني منا سامي بيه؟ لا تمام كده، كده زي الفل. بعد إذنكم. على فكرة رحيم بيه، أمينة كانت بتحبك أوي، وأنت الوحيد اللي كنت بكلمة منك تقدر تخليها تسيب السكة اللي هي كانت ماشية فيها. بس أنت طمعتها، طمعتها في سكتك ودنيتك، الفلوس اللي متلتلها. لما خليت بيها كانش قدامها غير إنها تكمل في السكة دي لحد ما ماتت. يا خسارة، كلمة واحدة منك كانت هتفرق، بس انت ما قلتهاش.
الجدع ده باين عليه مجنون. مجنون علشان اداني الفلوس؟ انا مش فاهم ازاي واحد يتنازل عن ثروة كبيرة بالشكل ده لواحد تاني عشان الكلمتين دول. انا فاهم هو ليه عمل كده. طب فهمني. صعب يا سامي، انت بالذات صعب قوي تفهم حاجة زي كده. قومي البسي بقى انت يا استاذة رنيم عشان نلحق اليوم من اوله. حاضر. ربنا يخليكم لبعض. منورانا يا دكتورة والله. ده احنا قلنا خلاص ما عدناش نشوف وشك تاني، بس هنعمل ايه بقى؟ طلع فيك الخير. عموما انا جاية علشان خاطر رنيم وعشان اشكركم على اللي انتوا عملتوه معايا. اه طبعا يا اختي.